حل العيد ماما سلاما سلاما، فقوموا يا صغاري وأيقظوا النيامة، سأزدهي ببدلتي جديدة أنيقة، ألبسها وأنثني جميلة رشيقة، فرحة العيد عندنا بزينة الحناء، تنقشها بروعة جارتنا حسناء. نعم، أعيد قراءة النص عدة مرات. والآن نشرح معاني الأبيات الشعرية. المقصود بالبيت الشعري مثلا هل العيد ماما سلاما سلاما، هذا بيت شعري. الشطر الأول، الشطر الثاني، إذن هذه عبارة عن أبيات شعرية. إذن هل العيد ماما سلاما سلاما، هل يعني جاء وحل، جاء العيد وحل، سلاما هي ألفاظ تدل على التحية. فقوموا يا صغاري وأيقظوا النيامة، الشاعر هنا يدعونا لإيقاظ كل نائم يوم العيد. سأزدهي ببدلتي جديدة أنيقة، أي سأعجب ببدلتي وأفتخر بها، ببدلتي الجديدة والأنيقة التي سأرتديها يوم العيد، سأفتخر بهذه البدلة. ألبسها وأنثني جميلة رشيقة، يعني أنثني أتمايل في مشيتي برشاقة، فأنا أفتخر بالبدلة التي أرتديها يوم العيد، فهي بدلة جديدة وأنيقة. فرحة العيد عندنا بزينة الحناء، تنقشها بروعة جارتنا حسناء. إذن فرحة العيد لا تكتمل إلا بوضع الحناء. إذن بالفعل يتحدث النص عن فرحة العيد وما يقوم به الكبار والصغار يوم العيد. إلى هنا أعزائي ننهي الحصة الأولى من دراسة النص الشعري فرحة العيد. موعدنا مع الحصة الثانية إن شاء الله.